السلام عليكم عزيزاتي أعزائي متتبعي قناة الإنجليزية ببساطة English Easy. اليوم جبت لكم درس جديد غادي تكتشفوا فيه الأخطاء ديالكم في اللغة الإنجليزية اللي كترتكبوا في الرايتين وما كتحسوش، وكتقولوا علاش النقطة ديال الرايتين، علاش النقطة ديال اللغة الإنجليزية بصفة عامة ما جابتناش، ما جبناش مزيان، وحنا جاوبنا وكتبنا الرايتين وسالينا وكملنا. غنشوف نوريكم واحد الأخطاء كديروها كيديروها بزاف ديال التلاميذ في الرايتين، وكتخسر لهم النقطه، وبعد ما راه ما تحصلوش كاع على النقطه ديال الرايتين نهائيا، يعني كيكون على 5 نقاط ولا 6 نقاط، هذيك الخمسه ولا السته كلها كتضيع. كنتمنى انكم تتبعوا معايا وغنشوفوا الميستيكس جرامر ميستيكس اليوم ان شاء الله. اول غلط كيتعاد بزاف كيتكرر بزاف هي ملي شي واحد دابا كيكتب ماي كار بيوتيفول، ماي كار بيوتيفول. علاش؟ لانه هو متعود على السماع ومتعود ملي كيسمع شي امريكي كينطق اللغه باللغه الانجليزيه، متعود ملي شي امريكي كينطق باللغه الانجليزيه كيقول ماي كار، ماي كار بيوتيفول، ماي كار بيوتيفول. ولكن هو راه قال فيرب تو بي، ولكن انت ما رديتيش ليه البال انه هو كيضرب الزربه. ماي كار از بيوتيفول، ماي كار از بيوتيفول. راه باش يكون عندك سنتنس مقاد خاص يكون عندك السيجي والفيرب والكومبليمون. ما يمكنش ان سنتنس، شنو هو السنتنس؟ سنتنس سيجي وعاد الفيرب كيتبعو وعاد كيتبعو الكومبليمون. الا ما كانتش هادو ثلاثه ما يمكنش تقول ان عندك سنتنس. سنتنس ماشي هو هذا، سنتنس ماشي كومبلي هنا، ماي كار بيوتيفول ماشي كومبلي. سنتنس هي سوجي و فيرب و كومبلين. يعني هنا شنو خاصني؟ ماي كار از بيوتيفول، ماي كار اللي هي ثيرد بيرسون اوف سينجولار، الفيرب تو بي اي ام، يو ار، هي از، شي از، ات از، وي ار، ذي ار، الفيرب تو بي في البريزنت. ماي كار is beautiful، my car يعني it is beautiful. الا بغيت نعوضها كنعوض my car ب it اللي هي the third person of singular. كنتمنى يكون واضح الشرح. at sunday، بزاف الناس عاوتاني الارتيكلز preposition ما تستعملوهمش مزيان. علاش؟ خصوصا البريبوزيشن هما صعابين في اللغه الانجليزيه، صعابين تعقل عليهم. ولكن بالنسبه للبريبوزيشنز في اللغه الانجليزيه ديال the day of the weeks راه كلهم اون، هذه ما محتاجه لا هذه لا ديك. يعني ملي نهضر على شي نهار من الايام الاسبوع، on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday، كلهم on، وهذه ما كتبدلش نهائيا. فاش نبغي نهضر على شي يوم من ايام الاسبوع ما كنستعمل لا at لا in لا حتى حاجه، كنستعمل on هي الوحيده اللي كتقبل. واي واحد اللي كيتقن اللغه الانجليزيه ولا انترميديات في اللغه الانجليزيه كيعرفوا غلط اول ما كيشوف انك داير البريبوزيشن ديال ان ولا ات مع the day of the weeks. I play chess good، هذا غلط. لا بغيت نستعمل adverb كنقول I play chess well، I play football well. well هي اللي كتستعمل. last week I cry، شوف على غلط كدير. I last week I cry، past tense. هو قال ديجا last week يعني الأسبوع الماضي. شنو نستعمل؟ نستعمل الماضي عباد الله. ملي كنقول last week راه داز، يعني الفيرب اللي غادي نهضر عليه خاصو يكون مصرف في الماضي، و الكونجيكيزيون ديال الفيرب cry هي cried، ايدي irregular verb. صافي، last week I cried.
هنا عاوتاني شوفوا الثيرد بيرسون، بزاف الناس عندهم مشكل مع ذا الثيرد بيرسون. هي شي ات فاش كنصرفها في البريزون كندير اس، يعني فاش كنهضر في البريزون شي لايك شيز، شي لايكس تشيز، شي لايكس تشيز، قلنا اي فيرب كتكون جيجا في الثيرد بيرسون اوف سينجولار كياخد الاس في البريزون. ولا عندو مشكله في البريزنت سيمبل يرجع للقناه، راه كاين الشرح ديال البريزنت سيمبل، وهذا هو الشرح ديالو. يعني ملي كنصرف اي فيرب عندي في البريزنت سيمبل ذا ثيرد بيرسون كياخد الاس، هي شي ات لايكس، يعني سواء قلت هي لايكس تشيز، شي لايكس تشيز، اتس كات كتستعمل ملي كنهضر على الجماد على حيوان. يعني الا مثلا هضرت على ا كات كنقول ذا كات لايكس تشيز. هاو تو سبيل، عاوتاني هذه مشكله اللي قلنا كما المشكله الاولى السرعه في الكلام ما كتبينش، يعني كيكون لقط الكلمه ولكن لقطها بطريقه غلط. هنا عاوتاني auxiliary verb how do you spell، ماشي how to spell، how do you spell. هذا عاوتاني خطأ شائع كيديروه بزاف الناس، what time is it، باش يقول what time is it تيقول what time it is، وهذا خطأ توا شائع بزاف بزاف الناس كيستعملوه، تيقولك what time it is what time is it، نا وورد اوردر ما نقادينش. مثلا ملي كنبغي نقول هاو ار يو راه كنقول هاو ار يو، حيت هذا سؤال ماشي كنقول هاو يو ار. هاو ار يو هذه ما كتغلطوش فيها لانها كتسمع بزاف، هاو ار يو، هاو ار يو. هنايا كنشوف ان عندي كويشن يعني السوجي ولا هو التالي، و ار ولات هي القداميه، هاو ار يو، ار يو جود، كتسول شي واحد كتقول ليه ار يو جود، ما كتقولش ليه يو ار جود، ديما في الكويشن الفيرب هو اللي كيسبق، في كلمه عاديه السوجي اللي كيسبق. كنتمنى تكون واضحه. شي از مور تول، هنايا عندي ادجكتيف قصير tall كتولي taller الا بغيت ندير comparative form، ماشي حيت عندي سوجي adjective قصير. واللي عاوتاني عنده مشكل في الادجكتيف يرجع للقناه راه شارحه الادجكتيف الدار ديالو كيفاش كنتعاملو ملي كيكون عندنا adjective طويل وملي كيكون عندنا adjective قصير، وشرحت عاوتاني كيفاش كنستعملوا الكومباراتيف فورم، وشرحت كيفاش كنستعملوا السوبرلاتيف فورم مع لي زادجكتيف القصار ومع لي زادجكتيف الطوال. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ولا عجبكم هاد الجرامر ميستيكس نكملوا فيها، انا غنكون ندير واحد السلسله فيها جرامر ميستيكس باش الناس اللي كدير اخلاط في الرايتين تستافد. وكنتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا لكم على المتابعة، متنساوش دعموني باشتراك وبلايك، وكنشكركم بزاف، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.